اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع الاسطوره بيج رامي. وصلنا 2013. أيوة. اول بطوله في امريكا خدتها. في عقر دار اللعبه دي والمصاريف والتكلفه والاضواء، وانت جاي بصراحه يعني منهك من وقت انت، انا متاكد من الكلام اللي بقوله ده من غير ما تقولي، ما كانش بيبقى معاك تكمل الشهر. لا هو الموضوع كان اكبر من كده، الموضوع ان انت ما كانش معاك حتى مصاريفك اللي تخليك تؤهلك ان انت تعيش العيشه العاديه اللي في البدايات. يعني مثلا ودي حقيقه والله، يعني أنا مش عايز اصعب الامور على الناس، لكن هي دي الحقيقه. ولازم ودي ضريبه النجاح اللي لازم الناس هتمر بيه. انا كان في اوقات ما بيبقاش على معايا اللي هي انا العمله هناك دينار، يعني بالدينار. انا ما كانش معايا بيبقى ال 200 فلس اللي اركب بيهم الباص عشان اروح الشغل، كنت مضطر امشي ال 10 كيلو في حر الكويت يعني رايح راجع. فده صعوبات انا متاكد ان كل واحد بيدفع ضريبتها في النجاح بتاعه بشكل او باخر، يعني بشكل او باخر، مش لازم تكون بنفس الصوره، لكن دي صعوبات وحاجات الناس لازم تبقى متاكده ان ضريبه للنجاح وانه هيمر بالظروف. انت مؤمن ان النجاح بيجي من رحم المعاناه؟ اه طبعا، ده اكيد اكيد اكيد. حتى لو انت لو كانت الظروف مهيئه ماديا، انا ما بتكلمش على الامور الماديه بس، في امور نفسيه ممكن تكون اصعب كتير من الامور الماديه بعض الاوقات او بعض المجالات. فاحنا ما بنتكلمش على ان هي صعوبه او باخرى بتختلف من مجال للتاني، لازم تتحملها. ولازم تعديها عشان توصل. طبعا. طيب رحنا 2013 امريكا، كسبنا، بدات الدنيا، الله طب ما نقدر. بدات كمان مجالات حاجات تانية اتفتح، يعني الموضوع مش بس ان انا كسبت بطوله او كده، لا الحمد لله بدا يجي لي سبونسرز من اكبر شركات في العالم، كانوا شايفين عندي البوتنشال اللي هو ده ينفع يكون ستار في اللعبه بتاعتنا. فالحمد لله جاني اول عقد ليا وانا لسه قبل ما العب البطوله بتاعت امريكا بشهر، وكان برضو للانصاف صاحب النادي اللي انا فيه قال لي ما تاخدش العقد ده، لسه هيجي لك عقد اكبر كتير، العب البطوله وانت هتكسب. وفعلا لعبت البطوله وكسبت، وجالي مبلغ انا وقتها ما كانش، يعني كان رقم كبير جدا، يعني من انا كنت شايف 1000 دولار، فلما جالي 500000 دولار انا بقيت شايف ان الرقم يعني بالنسبه لي كبير جدا. فالحمد لله على كرم ربنا الاول، ولكن انا بقول ان دي هي المراحل اللي الناس بتمر بيها. ايوه طبعا طبعا، الصبر الصبر اللي ربنا بيقدره لك طبعا، لان ما فيش حاجه مننا اكتر من ان احنا بنجتهد.